هم كلاب يا حبيبي، كلاب الليل هذول اللي كل مرة بيجي الطول. اسمع حمادة مريض، حمادة مريض. شو بيعمل جوا التعبير؟ اسف جدا لاخواتنا في فلسطين، اسف جدا لشعب فلسطين، اسف لكم نيابة عن كل الناس اللي شافة المهزلة اللي بتحصل فيكم وساكتين. لحد امتى اخواتنا في فلسطين وشعب فلسطين هيفضل في المهزلة اللي هو فيها دي؟ لحد امتى هتفضل جامعة الدول كل حاجة بتعملها بتندد بس، واخواتنا في فلسطين بيتضربوا وبيتهانوا وبيتقتلوا وبيعتقلوهم وبيطلعوا من بيوتهم؟ ولحد امتى هنفضل ساكتين؟ في الوقت اللي انت قاعد في بيتك فيهم السريح، ناس بتضرب على نار في الشوارع ظلم. اعداد كبيره من المصابين الفلسطينيين في اشتباكات مع القوات الاسرائيليه في باحات المسجد الاقصى بالقدس. هذه اسرائيل يا عالم، هذه اسرائيل يا اوروبا، هذه اسرائيل يا بايدن يا بتاع حقوق الانسان، هذه يا اسرائيل اللي محدش عايز يتحرك ويوقف عند حدها. لبوني ده الاقصى، الاقصى يستغيث، الاقصى ينادي. ناس بيتاخد منها ارضها وشرفها ظلم في فلسطين. حي شيخ جراح في القدس المحتله، اصيب عشره فلسطينيين بجراح مختلفه. كل الاوساخ اللي بتجي لا تتجاوز 10% من اللي بيعملوا لنا اياه حتى يدعونا منه. ناس بتترمي في الشارع ويتاخد منها بيوتها ظلم. قديمة جديدة في حي الشيخ جراح، مع تزايد الاحتمالات لطرد عائلات فلسطينية من المنطقة بدعوى ملكيتها لمستوطنين. علموا أطفالكم على حب فلسطين، علموا أولادكم أن الصهيون عدو وأن المقاومة شرف وأن القدس عاصمة فلسطين. بيتي أنا مش بيت شيرين، بيتي أنا. لا دي بيتي أنا، أنت جنان. زمان بالدبريتا ما هاتم بزمنت، زمان بالدبريتا ما أبلي ما بار هم أمبوش زي بار شلو ما أبلي ما لما بالرغم من اللي بيحصل ده كله، ولسه اهل فلسطين واقفين على رجليهم وبيدافعوا بكل قوتهم. الطفل عندهم بمليون راجل عند الكلب الصهيوني ده. فقط في فلسطين وغابونا الموتى بابتسامه. بس احنا في الوقت ده يعني كل واحد بيظهر على حقيقته. اي فنان بيتابعه ملايين ومش بيتكلم هيتحاسب قدام ربنا، وجمهوره لازم ما يتابعوش عشان دول خاينين للكلمة وللحق وللعدل وبينصروا الظلم. ايوه السكوت خيانة وظلم. كل اللي علينا ان احنا نفعل هاشتاج الليزر قدامكم ده، وشارك باي حاجة انت تقدر تعملها بصورة او بالهاشتاج ده. آل اسرائيل لا يأخذكم الغرور، فعقارب الساعات ان توقفت لابد ان تدور. ان اغتصاب الارض لا يخيفنا، فالريش قد يسقط عن اجنحة النسور، والعطش الطويل لا يخيفنا، فالماء يبقى دائما في باطن الصخور. ما تخافش، اطلع اتكلم وخليك راجل. ايوه خليك راجل، لان الكلام دوت اتحدى كل اليوتيوبرز اللي في العالم العربي ان هم يتكلموا او ينشروا حتى صوره دعم لفلسطين. كل اللي احنا هنعمله تشارك بالهاشتاج ليزر على الشاشه ده. انقذوا حي الشيخ جراح. الى ان انسى مسجدنا الاقصى وقبه الصخره تبكي من الحسره، تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر.